ملي كنمشيو عند الضرائب كيقول لك ما كتسوالو كلشي خاص. ملي كنمشيو لباس ليسيس كاين جامعي عندنا واحد المونطو كبير وحاطين عندهم الشكايات ومازال حتى الان ما عالجوهمش. الله يجازيكم بخير. غير بالنسبه للوحده لواحد الطرف بغيت نطلبوا للناس اللي جمعونا ما بين لاس ليسيس وزاره الضرائب يعاودوا الله يجازيكم بخير يوصلونا باش نعرفكم عام اللي كنهضروا حيت دابا حنا تايهين ما بين لاس ليسيس واداره الضرائب شي كاسف كلشي وراه ما كيقدم لنا حتى حاجه. الدوسي ديالنا معلق هاد العامين وحنا كنخلصوا تغطيه صحيه عندي جوج دواسا مازال ما كنستافدوش. علاش؟ نوري رئيس النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين بالمغرب. بعد اللقاء التواصليه التي تقوم بها النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين بشراكه مع المديريه العامه للضرائب والمديريه العامه للضمان الاجتماعي والمديريه العامه للتجاره، اليوم بعد سلسله من اللقاءات اللي قمنا بها سواء في مدينه المحمديه وخنيفره وانسكان وطنجه، اليوم حطينا الريحه في مدينه طنجه على اساس لقاءات تكوينيه لهذه الفئه من المهمه وهو الورش التغطيه الصحيه والورش ديال الضرائب والورش ديال العصرنه. تتعرفوا بان هاد الاوراش بثلاثه اليوم كانوا ثلاثه ديال العروض مهمه مع الساده المدراء اللي قاموا بهاد العروض ديال في مجال الضريبي في مجال التغطيه الصحيه في مجال العصرنه، واللي كان تجاوب كبير ديال التجار اللي تا هما طرحوا التساؤلات ديالهم، وكان نقاش غني اللي حطينا واحد المجموعه ديال الاشكالات اللي باقا مطروحه عند التجار في مدينه فاس على اساس باش نديروا تقييم ديال هذه اللقاءات التكوينيه في الصعيد الوطني. اليوم تقريبا في نهايه 2024 غنكونوا زرنا تقريبا ما يفوق 30 اقليم ان شاء الله بحول الله. فيما يخص التسعيرات ديال المواقف السيارات في مدينه فاس، كما كيعرفوا الجميع قمنا كنقابه وطنيه للتجار المهني بمجموعه من المحطات النضاليه اللي كنا رفضنا فيها رفض قاطع الطريقه اللي جاب بها المجلس السابق طريقه تدبير مواقف السيارات. اليوم كاين هناك مجموعه ديال اللقاءات ومجموعه ديال التفاوضات من اجل التسعيرات ديال مواقف السيارات. حنا كاين خصوصيه ديال المدينه القديمه فيها السكان وفيها تجار وحرفيين وكذلك الزوار، ما يمكنش تطبق جميع التسعيرات على جميع الشرائح بنفس المنطق. احنا في اطار هذه الدوره التكوينيه اللي قمنا بها بشراكه مع الاداره الجهويه للضرائب والاداره الجهويه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك وزاره التجاره والصناعه بالتنسيق المباشر مع القياده الوطنيه النقابه الوطنيه للتجار المهنيين. هذه الدوره كتهدف كما كيعرف الجميع بان صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اطلق مشروع الدولة الاجتماعية، هذا الورش الملكي الكبير اللي اليوم اللهم لك الحمد بالفضل ديال صاحب الجلالة وفضل المناضلين ديال النقابة الوطنية للتجار المهنيين، الحلم أصبح حقيقة. كاين مجموعة من المشاكل في تنزيل هذا المشروع الضخم الاجتماعي الضخم، دونك هنا اليوم حنا قمنا بهذه الدورة التكوينية. كما كيعرف الجميع بان اداره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت كتسير 3 مليون ديال المنخرطين، اليوم هي كتسير 22 مليون منخرط. كاين حمل ثقيل الاطر والموظفين ديالها دونك عاد كيتاقلموا مع المشروع. وكاين الشق الثاني اللي هو التعويضات على الاطفال، وكذلك في الشق الثالث اللي كان مبرمج في سنه 2025 هو التقاعد وفقدان الشغل. اذا من هنا دونك الدور ديالنا كنقابه اننا نوصلوا المعلومه ونلاقيو مباشره التجار مع المسؤولين ديال هذه الادارات باش يشرحوا لهم التنزيل ديال هذا المشروع الاجتماعي الكبير وشنو هما المسائل المكتسبات اللي كاينه وكذلك شنو هما المعيقات اللي خصنا نتجاوزوها مجموعين بالحوار وبالمناقشه.